صباح الخير، أنا كريم وهناخد درس عن الإدخار، بس تعالوا أعرفكوا على أصحابي الأول. ده نادر، تقدروا تقولوا إنه حريص شويتين، ما بيصرفش ولا مليم من مصروفه. أما دي بقى ليلى، عاقلة جدا، بتعرف إزاي تصرف وإزاي تحوش. وده زين، زي ليلى بيحوش وبيجيب اللي هو عايزه رغم إنه مصروفه مش كبير. أما أنا بقى فمش بعرف أحوش خالص، يدوبك مصروفي بيكفيني ومش دايما. طيب، يبقى الادخار هو إنك ما تصرفش ولا قرش من مصروفك؟ لا. طب إنك تصرف كل اللي معاك من غير ما تخطط؟ لا. ولا إنك تشيل جزء من مصروفك على جنب عشان تعرف تعمل حاجة أنت عايزها بعدين؟ أيوة. أيوة، عايزاكوا تفكروا للمرة الجاية كل واحد فيكوا بيصرف فلوسه في إيه، عشان هنتكلم عن أنواع النفقات. أنا هبتدي أفكر في اللي خدناه في الحصة. أيوة، لازم كلنا نتعلم إزاي نوفر. يعني إيه نفقات أصلاً؟ نفقات يعني أنت بتصرف فلوسك في إيه أو على إيه؟ أنا كده ما عنديش نفقات خالص، عشان أنا بحوش كل فلوسي. إيه ده؟ أنا كمان باخد 5 جنيه، بس أنا بصرف منها جزء في المدرسة والباقي بحوشه. أنا مش عارف تحويش اللي بتقوله عليه، ما أنا كمان باخد 5 جنيه ومش بتكفي أصلاً. لا طبعاً، إزاي يعني تصرفها كلها؟ هو أنت ما عندكش أهداف نفسك تحققها؟ زي إنك تجيب كتاب أنت بتحبه أو تابلت؟ مش فاهم برضو، المفروض أعمل إيه؟ بص يا كريم، أنا باخد مصروف 5 جنيه، بحوش 2.5 جنيه، وبصرف 2.5 جنيه في المدرسة، بجيب بيهم عصير وكيك. طب إزاي أعرف أحدد المصروفات؟ سهلة خالص، المهم تحدد لنفسك هدف عشان تعرف تخطط له وتعمل حساب المصروف المتوقع والمصروف الطارئ. يوه، انا كده اتلخبطت ومش فاهم اعمل ايه. اسهلها لك اكتر، انا مثلا نفسي اجيب سكوتر، والسكوتر اللي انا عايزه ب500 جنيه. يا خبر، ده غالي قوي. لا، ما انا عملت خطة وخلاص تقريبا حوشت المبلغ كله. يعني المصروف الطارئ واللي مش معروف هو زي لما جدتي تعبت كان لازم اجيب لها ورد، ولو كنت زيك يا كريم ما كنتش هعرف اجيب حاجة. بس انا مصروفي يا دوب يكفيني، ازاي احوش واعمل كل ده؟ لازم الاول تحدد انك تصرف فلوسك في حاجات مفيدة. بصراحة يا كريم، انت بتصرف كتير على الحلويات، ودي حاجة مش مفيدة، وكمان بتضر اسنانك وصحتك. ده غير انك ممكن تعمل زي ما انا بعمل وتزود دخلك. ازاي؟ قولي بتعمل ايه؟ انا مثلا بحاول اساعد بابا وماما في حاجات ممكن يعملوها بفلوس. زي ايه الحاجات دي؟ يعني مثلا لو خلصت مذاكرة او رتبت سريري هاخد فلوس؟ لا طبعا، في حاجات بتبقى واجبات عليك، زي انك تذاكر، وزي انك تساعد مامتك او جيرانك وهم شايلين حاجة تقيلة، او انك تساعد باباك ومامتك في شراء حاجات للبيت. امال ايه هي الحاجات اللي بتتكلموا عنها؟ حاجات زي انك مثلا تساعد باباك او مامتك في تنظيف عربيتهم، او انك تساعد في تصليح حاجة مكسورة في البيت، او انك تساعد في تنظيف الجنينة اللي قدام بيتك، حاجات كده يعني. انا شخصيا عامله لنفسي خطه وبزود بيها مصروفي علشان اعرف دايما احوش واعمل كل اللي نفسي فيه. طب يا نصحين، بتدخروا ازاي؟ انا عندي حصاله كل يوم بحط فيها نص مصروفي، ولما بتتملي باخد جزء منها وبروح مع بابا البنك احط الفلوس في حسابي. انا بقى بحوش في دفتر توفير البريد. وانا ليه احط فلوسي في حته بعيده عني؟ انا بحوش في البيت. ازاي يا نادر تشيل الفلوس في البيت؟ انت كده فلوسك ممكن تضيع او تبوظ، غير انها مش بتزيد. تزيد ازاي؟ ايوه، في البنك والبريد لما بتحط فلوس بيستثمروها وبيحققوا ارباح وفلوسك تزيد، وهي دي ارباح الاستثمار. خلاص، انا هبتدي من النهارده احوش. سلام بقى، انا لازم اروح احكي الفرح ازاي تحوش هي كمان، وان احسن طريقه اننا نستخدم حفيظه الحصاله بتاعتنا، وبعدين نقول للماما وبابا ياخدونا البنك او البريد.